قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد، أبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة. بضع كلمات قالها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالتزامن مع إشاعة من هنا وإشاعة أخرى من هناك، وعشية الاستشارات النيابية التي ستعقد في موعدها، دعا الرئيس عون وبالأمة إلى تحكيم الضمير. اليوم مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف عملا بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية باسم الشعب الذي تمثلون، وأنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، سيما أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب للمواطنين ومن رفعهم شعار كل يعني كل ما يشمل الصالح والطالح منا. هل هذا يعني أن هناك فيتو على الرئيس المرشح حاليا يعني الرئيس الحريري؟ كل واحد له تاريخ سياسي، وانتم صحفيه وبتراقبوا، وقت منلمح على شيء لازم تعرفوه، وهذا تهذيبا منه. ورسم رئيس الجمهورية الخارطة الجديدة للتعامل مع ما يقف في وجه مكافحة الفساد. أنا بعتبر أنه معارضة اللي حكيته هو باطل، ولذلك بتصير في مواجهة، لأن لا يمكن بعد اليوم من بعد ما صار فينا كل شيء أنه نكمل بنفس الأسلوب. هلأ بده يشتغل وبيحب شعبه وبيغير، إذا ما بده يغير إيه ما رح نقبل. وعن إرجاء الاستشارات المرة الماضية أسبوعا قال الرئيس عون: أنا صرت خسران بسبب تأليف الحكومات السابقة يلي كانت برئيس الرئيس حريري، هيدي من أولى لأنه هو كان يألف الحكومات. خسرت سنة لحد اليوم، سنة وأربعة عشر يوم، قامت لقيمتكم وقيمة الناس كلها علي لأن أخرتها أسبوع. بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري مش رح يزبط ولا أي تفاهم سياسي، لماذا لا تقومون بأي مبادرة لجمع الطرفين؟ المبادرات حصلت من ناس بيعرفوا الاثنين، يمكن أصدقاء الاثنين حتى ما زبطت. أنا من موقعي أنا طرف، سير تعملوني طرف حتى لو كنت حكم. أعيش وجع الناس وأتفهم نقمتهم، وأذكر بأن بعض من حكم لبنان منذ عقود رفع شعارات رنانة كانت بمثابة وعود تهديرية لم يرى الشعب اللبناني منها أي إنجاز نوعي، هو الحزن الذي عبر من خلاله رئيس الجمهورية عن معاناة اللبنانيين. طبعا لبنان يسدوا كوارث كتير بهالمرحلة هيدي، ولكن نحن هلا مفلسين، والتفليس صارت منذ بالتدرج من وقت طويل حتى ل 2016 بلشت تبين بالهندسات المالية، وصلنا نحن على الفينش. هل بعد عنا أمل نحن اللبنانيين؟ هل نتأمل بعد؟ طبعا نحن بمرحلة كتير كتير قاسية، وحكيت عنها ب 14/5/2019 طبعا بحفلة الإفطار بشهر رمضان المبارك، وقلت فيها إذا اللبنانيين ما بدهم ينتبهوا ويتنازلوا عن بعض امتيازات اللي عندهم حاليا رح بيخسروا كل الامتيازات، وقلت يومتها بتجينا الفاتورة القاسية من مراجع دولية ما فينا يمكن نتحملها، وقلت عن الحكومة ليش المواطن عم يهرب
من دفع الضريبة لأنه صار في غرب بينه وبين الدولة أكثر من الصراحة. ما في أحكي قدام المسؤولين، لا التشريع بإيدي ولا التنفيذ بإيدي، وما عندي جهاز تنفيذي. أنا كل شغلتي إني وجهي، أكثر من هيك شو بدي أقول؟ وكل العالم عم تحسبني على عهد. جردة إصلاح تحدث عنها الرئيس عون في كلمته التي يجب أن تكون عبرة وتهدي الرئيس المكلف، وسلسلة أسئلة طرحها حول ورشة عمل إصلاحية قد يكون أبرزها موضوع التدقيق الجنائي. إن صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد، فهذه التجربة إذا قدر لها النجاح ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاق الإصلاحات اللازمة وصولاً إلى إزاحة الفاسدين. ووسط المتغيرات في المنطقة، هل يستشعر الرئيس عون بأي خطر على لبنان؟ لبنان كان من منظومة كبيرة عربية فيها 23 دولة، جامعة دول عربية عندهم موقف موحد. الأساسيين في الجامعة العربية تغيروا عن المواضيع الأساسية والبقية كلهم لحقين. نحن رح نصفي بعزلة، أصغر بلد عربي رح بصير بعزلة. هوني عم بسأل اللبنانيين شو لازم نعمل. وشدد رئيس الجمهورية ردا على سؤال عن الاستراتيجية الدفاعية على أنه بعد تشكيل الحكومة سيدعو إلى اجتماع في قصر بعبدة للبحث في هذا الموضوع ومواضيع أخرى.